بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى لمادة الحوسبة السحابية لطلبة الدراسات العليا في قسم نظم المعلومات. عنوان المحاضرة Cloud Computing Fundamentals. في البداية سوف نأخذ نظرة عامة عن محتويات المحاضرة، والتي هي كالتالي: مقدمة عامة عن موضوع الكلاود كومبيوتينج وما هي التقنيات التي تم من خلالها تطوير وتقديم نظام بكلاود كومبيوتينج. What is cloud computing؟ ما هو الحوسبة السحابية؟ كذلك أهم خواص الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى أهم المنصات العالمية التي توفر هذه الخدمة، ومثال على كيفية نشر تطبيق على الويب، كذلك أهم التحديات التي تواجه الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى ما هو مستقبل الحوسبة السحابية في العالم. مقدمة: باستخدام الحوسبة المكتبية التقليدية اللي نسميها الترديشنال ديسكتوب كومبيوتينج، هذا النموذج القديم نقوم بتشغيل نسخ من البرامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا، ويتم تخزين المستندات اللي نقوم بإنشائها باستخدام هذه البرامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. طبعا يمكن الوصول لهذه المستندات من أجهزة الكمبيوترات الأخرى اللي موجودة على الشبكة إذا كنا في شبكة محلية، إلا أنه لا يمكن الوصول إليها عن طريق أجهزة الكمبيوترات خارج الشبكة. لهذا هذه الطريقة تكون PC Centering، تتمحور أو تتركز على أجهزة PC، بينما باستخدام الحوسبة السحابية أو ما يسمى Document Centering، هنا لا يتم تشغيل البرامج التي يستخدمها أحد من جهاز الكمبيوتر الشخصي، وإنما يتم تخزينها بدلا من ذلك على خوادم ومزودات يتم الوصول إليها عبر الإنترنت. فإذا تعطل مثلا جهاز الكمبيوتر، بإمكان البرامج أن يكون متاح للآخرين لاستخدامه، وينطبق هذا الشيء على المستندات اللي أنشئناها أول مرة. لذلك يتم تخزينها هذه البرامج والمستندات على مجموعة من المزودات اللي يتم الوصول إليها عبر الإنترنت. طبعا لا يمكن لأي شخص لديه إذن الوصول إلى المستندات فحسب، بل يمكنه أيضا التعديل والتعاون في هذه المستندات في الوقت الحقيقي. بخلاف الحوسبة التقليدية، فإن نموذج الحوسبة السحابية ليس مركزا على الكمبيوتر، بل هو يركز على المستندات، لذلك نسميه Document Centering. طبعا كتاريخ لعلم الحاسبات، في بداية الخمسينات ظهر ما يسمى المين فريم. المين فريم هو عبارة عن حاسبة كبيرة جدا تحتل مكان واسع جدا. هذه الحاسبة كلفتها عالية جدا، لا يستطيع أي شخص أن يحصل عليها، وإنما تستطيع المؤسسات أن تشتريها لكلفتها الباهظة. تعمل هذه الحاسبات المين فريم على مفهوم يسموه تايم شيرينج، المشاركة في الوقت. هذا المفهوم هو عبارة عن مشاركة CPU والموارد الأخرى للمين فريم بين مجموعة من اليوزرز اللي موجودين من ضمن المؤسسة نفسها. في 1969 تم تطوير شبكة الإربانيت. هذه الشبكة تضم مجموعة من المؤسسات، وتم تبادل مجموعة من الرسائل والملفات عبر هذه الشبكة، وكانت هي الأساس لما يسمى اليوم الإنترنت. شركة IBM بعد ذلك في السبعينات طورت نظام جديد، نظام تشغيل جديد سمته Virtual Machine. هذا Virtual Machine هو عبارة عن نظام تشغيل يعمل على حاسبة ممكن أن يضم أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت، بالاعتماد على فكرة Virtualization، الماكينة الافتراضية. بعد ذلك في التسعينات ظهر ما يسمى Virtual Private Network، اللي الشبكة الخاصة الافتراضية اللي يمكن من خلالها استغلال الباندويث بأنه
نستغله في انه اكثر من يوزر يقدر ان يستخدم الباندويث للوصول الى الشبكه. بعد ذلك في 97 ظهر مفهوم الكلاود كومبيوتينج من خلال العالم رامان تشيلابا اللي هو بروفيسور في جامعه تكساس. كان موضوعه ويتكلم عن موضوع النيو كومبيوتينج باراديم، الاتجاهات الحديثه في الحوسبه، وظهر مصطلح الكلاود كومبيوتينج في ذلك الوقت. في 2002 شركه امازون طورت امازون ويب سيرفيس اللي هي الاي دبليو اس، اللي توفر لنا نظام كلاود كومبيوتينج بامكانيه الخزن ومعالجه. بعد ذلك ظهر الاليستيك كومبيوت كلاود في سنه 2006 اللي هو يقدم لنا مجموعه من الموارد مثل الابلكيشنز، مثل الستورج، مثل المعالجه للشركات والمؤسسات اللي ممكن ان تأجر هذه الخدمات. في 2009 دخلت الى هذا السوق شركه جوجل وشركه مايكروسوفت. شركه جوجل طورت كلاود كومبيوتينج اللي هي الجوجل ابلكيشن انجن اللي تقدم لنا عمليات حساب وستورج باقل كلفه. وبعد ذلك ايضا شركه مايكروسوفت قدمت ويندوز آزر أو آجر بال 2009. هذا الشكل يبين لنا البارادايمز اللي مرت بها عملية الحوسبة. بالبداية كان المين فريم، بعد ذلك البي سي، بعد ذلك ظهر النتورك كومبيوتينج والإنترنت كومبيوتينج اللي هو نقدر نوصل إلى السيرفرات والمزودات عن طريق الإنترنت. بعد ذلك ظهر الجريد كومبيوتينج والكلاود كومبيوتينج ظهر من خلال تطور هذه التقنيات. ما هو الكلاود كومبيوتينج؟ What is cloud computing؟ الكلاود كومبيوتينج نقدر نصيغه بتعريف بسيط اللي هو نوع من الحوسبة يعتمد على مشاركة موارد الحوسبة بدلا من وجود مزودات محلية أو أجهزة شخصية للتعامل مع التطبيقات. ممكن أن نوفر مزودات وخوادم موجودة عبر او يمكن الوصول اليها عبر الانترنت. ادق تعريف، طبعا هناك العديد من التعريف، لكن ادق تعريف هو ما قدمتها مؤسسة النست او معهد نست اللي يقول هو نموذج لتمكين الوصول الى الشبكة بكل مكان وبشكل مريح ومناسب عند الطلب الى مجموعة مشتركة من الموارد او مجموعة ممكن مشاركتها من موارد الحوسبة القابلة للتعديل او القابلة انه نسوي لها configuration مثل الشبكات، مثل المزودات، مثل الستورج والابليكيشنز والسيرفيسز الى اخره من الخدمات اللي ممكن ان نستفاد منها عبر الحوسبة. طبعا هذه الخدمات يمكن توفيرها واصدارها بسرعة مع اقل جهد لادارتها. هذا التعريف مقدم في منشور خاص نسميه السبيشال بابليكيشن 800145. هذا اسم المنشور، منشور خاص اسمه 800145. طبعا اهم الجوانب الهامه لهذا التعريف هو حقيقه انه نست ميزت الحوسبه السحابيه كنموذج وصول لموارد الحوسبه بدلا من التكنولوجيا. يعني هي نموذج وصول لموارد الحوسبة. أوكي. بالإضافة إلى هذا التمييز الدقيق والمهم، تشير الاس بي 800145 إلى خمس خصائص أساسية يجب على جميع سيناريوهات الحوسبة السحابية مشاركتها، والتي هي الخدمة الذاتية حسب الطلب اللي نسميها On Demand Service، الأخرى اللي هي Rapid Elasticity المرونة السريعة، والريسورس بولينج تجميع الموارد، الخدمة المقاسة المجرد سيرفيس انه الخدمات تكون بمواصفات قياسية ومعيارية، والبرود نتورك اكسس اللي هو الوصول الى الشبكة على نطاق واسع، ممكن نوصل الى الشبكة من اي مكان وفي اي وقت. بعد ذلك انطتنا مزايا لتقنية الحوسبة السحابية اللي هي يجب ان توفر التكاليف الكوست، يعني الكوست سيفينج توفير التكاليف، الهاي افيلابيلتي انه تكون متاحه بشكل عالي جدا،
والايزي سكيلابيلتي انه ممكن ان تتوسع بشكل كبير جدا. الآن نأتي إلى Layers of Cloud Computing. مثل ما تلاحظون بالشكل، Cloud Computing عبارة عن مجموعة من اللايرات. اللاير اللي بالأسفل اللي هو يحتوي على الفيرموير والهاردوير اللي نسميه Hardware as a Service، كذلك اللاير الأعلى منه اللي هو Software Kernel، واللاير الأعلى منه Cloud Software Infrastructure اللي بي Infrastructure as a Service وبي Data Storage as a Service وبي Communication as a Service. اللاير الأعلى من عنده Cloud Software Environment اللي هو يحتوي على البلاتفورم as a Service، بعد ذلك Cloud Application اللي هي Software as a Service. هذه هي اللايرات اللي تشكل Cloud Computing كما موضحة بالشكل 1.2. لو نجي لهذا الشكل، هذا الشكل هو عبارة عن مفهوم البلاتفورم as a Service. مثل ما نعرف انه البلاتفورم هو المنصة، طبعا هنا عندنا البزنس يوزر وهنا عندنا الديفلوبر. الديفلوبر هنا جاي يطور انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت للبزنس ابليكيشن. هذا البزنس ابليكيشن ممكن البزنس يوزر يوصل من خلاله الى الاي دي اي، والاي دي اي نقدر نسوي كونفيجريشن الى الداتا سكيورتي، الى الباك اب اند ريكفري، الى الابليكيشن هوستنج، وبالتالي ممكن انه نوصل الى السكيلابل انفراستراكشر اذا احتاجينا ان نوسع عمليه الكلاود او نوسع مثلا متطلبات البزنس مالتنا. تلاحظ هنا هذا شكل للكاتيجوريز اوف كلاود سيرفيسز. الحاله الاولى اي سوفتوير از سيرفيس. بالسوفتوير از سيرفيس لدينا ابلكيشن موجود على الكلاود نقدر نوصل له من خلال الانترنت باستخدام البراوزر اللي موجود في حاسبه الكلاينت، وبالتالي بعد ما نوصل الى الابلكيشن نقدر نشغل هذا الابلكيشن ونخزن الملفات الموجوده عليه على الكلاود. في بعض الاحيان وكما في الشكل بي راح نلاحظ انه هذا الابلكيشن اللي موجود كسوفتوير از سيرفيس ممكن ان يكون جزء من عنده على حاسبه المستخدم كابلكيشن، والجزء الاخر على الكلاود يوفر لي اكسترا فانكشن يعني وظائف اضافيه موجوده. فاذا هنا الابلكيشن موجود بجزئين، جزء بالكلاينت او عند الكلاينت بحاسبته، وجزء اخر موجود بالكلاود مثل الاي تيونز. الاي تيونز عندك جزء على حاسبتك والجزء الاخر موجود وين؟ على المزود مال خدمه الاي تيونز. الكلاود بلاتفورم هنا مجموعه من الابلكيشنز موجوده على بلاتفورم معين. هذا البلاتفورم ممكن ان يكون او اس خاص مثلا ويندوز، او ممكن ان يكون لينكس، او ممكن ان يكون اي بلاتفورم اخر. هذا الاوبريتنج سيستم يوجد عليه مجموعه من الابلكيشنز اللي ممكن ان نوصل لها من خلال ابلكيشن معين يطوره الديفلوبر. هذا الشكل يمثل انواع الكلاود كومبيوتنج. تلاحظ هنا بالحاله الاعتياديه هذا يسمونه التراديشنال اي تي او اون بريمسز، انه في مكان العمل مالتنا كمنظمه او كمؤسسه او كيوزر عادي، وانت بالحاله الاعتياديه راح انت تدير كل الاشياء اللي موجوده باللون الازرق. تلاحظها عندنا نتورك وعندنا ستورج، سيرفر هاردوير، عندنا الفيرتشواليزيشن، السيرفرز، الداتابيز، سكيورتي اند انتجريشن، الران تايمز، الابلكيشن، كلها راح يديرها منه، راح يديرها اليوزر اللي هو موجود ويتحكم بحاسبته الشخصيه. هذه اذا كانت بحاسبه شخصيه او اذا كانت في المؤسسه بدون استخدام الكلاود كومبيوتينج. لكن دخل مفهوم الكلاود كومبيوتينج، والكلاود كومبيوتينج عندنا موجود اكثر من نوع، من انواع الانفراستراكشر اللي هو هذا infrastructure as a service،
تلاحظ هنا هذا الانفراستراكشر as a service، عندنا البلاتفورم as a service، وعندنا السوفتوير as a service، ثلاث اشكال او ثلاث نماذج من الكلاود كومبيوتينج. الحاله الاعتياديه بحاسبتك الحاليه انت تراديشنال اي تي، هذا التراديشنال اي تي اللي هو اليوزر العادي جاي يشتغل كل الاشياء هذه موجوده في حاسبته الشخصيه، اوكي؟ لكن من نتجه الى الكلاود، هذا كلاود اصبح هنا، من نتجه الى هذا الكلاود عندنا ثلاث انواع، نوع نسميه الانفراستراكشر از سيرفيس، النوع الاخر نسميه البلاتفورم از سيرفيس، والنوع الثالث نسميه السوفتوير از سيرفيس. شنو الفروقات بيناتهم؟ لو تلاحظ هنا من اجي انا كمنظمه او كيوزر عادي واريد اخذ انفراستراكشر از سيرفيس، راح يقدم لي الكلاود النتوركينج، الستورج، السيرفر هاردوير والفيرتشواليزيشن. يعني راح تكون المسؤولية مقسمة بيني وبين مزود خدمة الكلاود، من خلال انه راح يكون هو يدير النتورك، يدير الستورج، يدير السيرفر هاردوير، ويدير الفيرتشواليزيشن. هذا منه الفندر او المزود لخدمة الكلاود، بينما انا كيوزر واني كاي تي راح ادير السيرفرز، سيرفرات اللي انا احتاجها تكون عندي، الداتابيز، قواعد البيانات، السكيورتي والانتجريشن، الران تايمز والابلكيشن، هذه انا كلها اكون مسؤول عليها. ليش؟ لان انا خذيت انفراستراكشر از سيرفيس. هاي السيرفيس اللي موجوده باللون الرصاصي راح يديرها الفندر او مزود خدمه الكلاود، واللي باللون الازرق راح اكون انا مسؤول عليها. بينما لو اخذ بلاتفورم از سيرفيس، تلاحظ هنا النتورك والستورج والسيرفر هاردوير الى الران تايم راح يكون مسؤول عليها الفندر، كلاود فيندر، بينما الاي تي او اني كيوزر راح اكون مسؤول على الابلكيشنز فقط اللي اريد استخدمها ضمن الكلاود. بينما السوفت وير از سيرفيس راح نلاحظ انه كلها موجوده بالكلاود، اني فقط كيوزر عادي استخدم هذين الابلكيشن اللي موجودات ايضا بالكلاود وليس على حاسبتي الشخصيه، وهذا الفرق بين هذه الثلاث انواع.